السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر أخبار إزالات محور 26 يوليو، هدم أكثر من 200 عقار بالبراجيل وعزبة مطار إمبابة بالجيزة. بدأت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة في مباشرة أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور 26 يوليو الجديد بمنطقة البراجيل في عزبة خيزة، وذلك عقب الانتهاء من إزالة العقارات المتعارضة مع المسار في منطقة عزبة مطار إمباب. وقال مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة إن عدد العقارات التي تم إزالتها في منطقة عزبة مطار إمبابة والجاري إزالتها حاليا في منطقة البراجيل تتخطى 200 عقار. وأضاف المصدر أن أعمال أضاف المصدر لمصراوي أن أعمال الإزالات تجري الآن من ناحية الطريق الدائري ومن ناحية المطار، وذلك بعد صرف كل التعويضات اللازمة والمقررة للمواطنين القاطنين هناك. لافتا إلى أن عدد من العقارات المقرر إزالتها في منطقة البراجيل يبلغ نحو 119 عقار من الجانبين، على أن يكون عرض المحور 62 متر بدءا من الدائري وحتى كوبري البراجيل محطة بشتيل المحطة. أوضح المصدر المسؤول أن قيمة التعويضات كما هو مقرر تبلغ 30,000 جنيه للغرفة الواحدة و1500 جنيه قيمة متر المحل أو المتر التجاري. وأشار أن محافظة الجيزة طلبت الأهالي أصحاب العقارات المتداخلة مع الإزالات بالتوجه إلى إحدى كليات الهندسة التابعة لأي جامعة حكومية للحصول على تقرير هندسي وتسليمه للحي التابعين له، مبينا فيه الاستقطاع الجزئي للعقار وأنه لا يؤثر على إنشاء وسلامة الجزء المتبقي من الاستقطاع، بالإضافة إلى التعاقد مع مقاول تحت الإشراف استشاري هندسي، وذلك بالنسبة للعقارات المتداخلة مع نزع الملكية بأمطار بسيطة. وعن عزبة مطار إمبابة قال المصدر المسؤول إن محافظة الجيزة انتهت من جميع الإزالات المتعارضة مع مسار المحور هناك تمهيدا لأعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد الموازي للمحور القديم وربطه بالطريق الدائري في منطقة البراجيل. وأوضح أن عدد العقارات المتعارضة مع مسار المحور بلغت حوالي 82 عقار، شملت عمارات بارتفاعات وصلت إلى 9 طوابق وبيوت صغيرة بارتفاع طابق أرضي وأول فقط، وتم إزالتها بالكامل وبالإضافة إلى استقطاع بعض العقارات المتداخلة مع الإزالات، وذلك عقب صرف كل التعويضات المقررة في هذا الشأن. وتعمل الحكومة على تطوير المحور من خلال توسيعة الطريق بداية من طريق مصر اسكندرية الصحراوي حتى محور 26 يوليو، ومن هذه النقطة سيبدأ المحور الجديد الذي تتم فيه إزالات وسيمر على مناطق كرداسة وأوسيم والبراجيل ثم المهندسين عن طريق أحمد عرابي ومسار محور 26 يوليو الجديد، وسيكون موازيا للمحور القديم ليكون هناك طريق ذهاب وآخر للعودة بهدف فك الضغط على ميدان لبنان بشكل كامل وتسهيل حركة المرور أمام المواطنين. يذكر بالذكر أن هيئة المساحة بمحافظة الجيزة كانت قد عقدت مؤخرا اجتماعا مع الأهالي أصحاب الشأن بخصوص العقارات المقرر إزالتها في منطقة البراجيل لتنفيذ محور 26 يوليو، وتم مناقشة البيوت والأبراج التي سيتم إزالتها والتي سيتم هدم جزء منها حسب حالتها الإنشائية بما لا يؤثر على سلامة العقار المتعارض مع مسار المحور. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا.